السلام عليكم. تكملة المحاضرة مالت السكول، يعني هسه أنا ما أريد أبدي منه أنا، لأن راح أحاول بما أنه باقي لكم يمكن يوم واحد على الامتحان، فراح أبدي بالأكثر أهمية، الكلام اللي فيه لك أنت كطبيب أسنان، واللي نفس الوقت هماتين دكتورتكم حكيتها بالمحاضرة مالتها، وبعدين ندي أرجع للشغلات اللي مو كلش مهمة، وحتى يعني يمكن ما حكيتهن أساسا، اللي هي هاي أول شيء مثلا هذا الخط كله ماكو داعي يعني هسه أبدي بيه حتى لا يضيع وقتك. فنبدأ بالمهم، هذا أهم شيء، وبعدين نرجع لشو اسمه خوش. هو هذا طبعا حكيته هسه اللي هي تيوريو بالاتاين فوسا، بس قبل لا أبدأ بالتيوريو بالاتاين فوسا، هذه لا تنسوها اسمها تمبورال فوسا، ماشي؟ واكو انفيريور تمبورال لاين واكو سوبيريور تمبورال لاين، يعطي اتاتشمنت قلت لكم يمكن بالمحاضرة الأولى للتمبورالس ماسل والتمبورالس فاشيا. هذه شنو؟ تمبورال فوسا. الجواها من هنا، هذا تشوفه هذا الارتش، زايجوماتيك ارتش، اللي يكون يعني تحت الزايجوماتيك ارتش فما دون، ماشي؟ هاي نسميها انفرا تمبورال فوسا. اذا هذه هنا تمبورال فوسا، وهذه الزايجوماتيك ارتش اللي يكون يعني للداخل من عنده، ماشي؟ ميديال تو ات، ولي جوا انفيريورلي، هذه نسميها انفرا تمبورال فوسا. ذني يعني كمصطلحات هي حكت عليها الدكتوره، كباوندريز وكذا يعني ما حكت عليهم، بس قالت اعرف انه شنو انفرا تمبورال فوسا اتذكر، وشنو ايش اسمه التمبورال فوسا. زين، الانفرا تمبورال فوسا اذا شويه اطب ديب تو ات، اطب للداخل شويه، راح القى هذا الشكل اللي يشبه الدمعه المقلوبه، هي قالتها ماتين تير دروب شيب، اللي هي نسميها تريجو بالاتاين فوسا. التريجو بالاتاين فوسا هي يعني ما حكيت عليها هوايه، يعني فد شيء يعتبر مو كلش مهم، ما ادري يعني هي اعتبرتها مو كلش مهم، ولكن راح يكون مهم اعتقد بصف ثاني، لان هو يعني يكون عباره عن كونكشن، يعني منطقه تواصل توصل لك عده مكانات ويا مكانات ثانيه، يعني تربط لك مثلا الكرانيوم، ماشي؟ الكرانيوم يعني الداخل مالت الجمجمه مثلا ويا النيزل كافيتي وهكذا، او تربط لك مثلا الكرانيوم ويا شو اسمه الاوربيتال فوسا وهكذا. فيعني هو اكو سبع كونكشنات، سبع فرامينات، سبع فتحات او ثمانيه تقريبا تربط لك التريجو بلاتاين فوسا ويا عده مكانات. فبس هذا اعرف هذا الشيء، يعني هي ما حكيت الدكتوره، بس يعني هي هاي الاهميه مالته فقط، التريجو بلاتاين فوسا واحده من عندهن السفينو بلاتاين فرامينا. زين، كستركتشرات كذا هذا كله ما علقت عليه ولا هو اصلا موجود بهاي المحاضره مالتك، هذا يعني كشيء على مود تعرفه من هسه. زين، هذا سفينو بلاتاين فرامينا، بعدين كل هذا نرجع له، هذا همين اي الماندبل. الماندبل هو اهم شيء اصلا بالنسبه لك انت كطبيب اسنان، وهي ماتين حشت عليه ك اناتومي اوف ذا ماندبل. اول شيء هذا نسميه البودي، اوكي؟ بودي اوف ذا ماندبل. زين، هذا باعتبار عود مثل الفرع كانما طالع من عنده، هذا فيسموه ريمس. ريمس معناته فد شيء برانش فرع، اوكي؟ ريمس اوف ذا ماندبل. زين، منطقه التقاء الماندبل او البادي اوف ذا ماندبل ويا الريمس اوف ذا ماندبل نسميها هاي الانجل، اوكي؟ هاي هنا هاي المنطقه هاي شوي هنا يسموها انجل اوف ذا ماندبل. زين، بعد كاناتومي اوف ذا ماندبل شنو عندنا؟ هذا اكيد راح يكون الانفيرير، احنا دنباوع على هسه طبعا لاترال فيو اوف ذا ماندبل، هذه يسموها الفيولر بروسس اوف ذا ماندبل. المكان تعرفوا هذا اصلا اعتقد يعني من الدنتال اناتومي، الالفيولار بروسس اوف ذا ماندبل، وهماتين عندك الالفيولار بروسس اوف ذا ماكسيلا، يعني منطقه هاي المصطلحات هي المكان اللي تقعد بيه الاسنان السفليه او العلويه. زين، كبروسسس كزوائد طالعات نتوءات من الماندبل اللي هن الكورونويد بروسس والكوندايل اوف ذا ماندبل. الكوندايل هو هذا اللي راح يتمفصل ويا التمبورال بون ويسوي لك التي ام جوينت، تمبورال مانديبيولار جوينت، هذه الكوندايل بروسس اوف ذا ماندبل. زين، الكورونويد بروسس هذه يعني ما تعطيك فد مفصل او كذا او الى اخره، بس هذا تعطيك اتاتشمنت لمصلايات، وتحديدا المسلز اوف ذا ماستيكيشن اهم شيء لازم تعرفهن. من اللاترال سيرفس يعني من هذا الوجه، ماشي؟ راح تعطي انسيرشن للتمبرالس مسل
ماشي، هاي المصلاية الكبيرة اللي تكون على الفص الصدغي مالتنا او على الجانب الصدغي مالتنا temporalis muscle، وكذلك ماتين تبطل انسيرشن للماسيتر مصل. الماسيتر مصل هاي المصلايه اذا تذكروها اللي تكون هيجي تقريبا الشكل مالتها، ماشي، هم ماتين تابعه للمصلز اوف ذا ماستيكيشن. هذه فروم لاترال سايد، زين، فروم ذا ميديال سايد يعني من جوا من الداخل تعطي انسيرشن كذلك ماتين للتمبرالس مصل. فاذا التمبرالس مصل راح تاخذ اتاتشمنت فروم ذا ميديال سايد اند ذا فروم ذا لاترال سايد. زين، هذا شو نسميها؟ نسميها مانديبيلا نوتش. نوتش معناته ثلمه، فيعني هي لان تشبه الثلمه يسموها مانديبلا ونوتش. فعلى مود تخاف تجيك هاي هيك المصطلحات مثلا بالامتحان على مود تعرف شنو كاناتومي او ذا مانديبل. زين، هذه الاناتومي فروم اوت سايد. بعد شنو عندك هماتيا؟ فروم ذا لاترال فيو عندك المنتال فرامينا. المنتال فرامينا اللي يجي من عندها نيرف اللي هو الانفيريور الفيولار نيرف، يمكن قلت لكم بالمحاضره الاولى، وهسه راح نشوفهم فروم ذا ميديال سايد. هذا من هنا راح يجي، خليني اغير اللون، الانفيريور الفيولار نيرف، ويدخل بالمانديبولار فورامينا، وهذه هنا راح تتسمى كانال. طبعا هي كانال يعني شانل، قناه، فيمشي بيها نص البون الى ان يطلع تقريبا من هنا من المنتال فورامينا. هنا أنا راح يكون اسمه شنو؟ انفيريور الفيولار نيرف. هو هذا اللي انتم تسووا له بلوك، تسووا له انستيزيا على مود يخدر البيشنت وبعد ما يحس بشيء، ومن هنا راح يطلع كمنتال نيرف. فاذا inferior alveolar nerve راح يجي يدخل بالمانديبيولار فورامينا، هنا راح تسمى مانديبيولار كانال، ما مكتوبه طبعا هسه قبالك، بس هي هاي الكانال اللي راح يمشي بيها المانديبيولار كانال، ويطلع من هنا على شكل mental nerve. زين، اكو هذه بروسس هماتين تشوفها from the medial side. خلي امسح الهوسه هذه اللي نسميها lingula. اللينجولا هي عباره عن بروسس صغيرونه زلومه تعطي اتاتشمنت لليجامنت اللي هو سفينو مانديبيلا ليجامنت. السفينو مانديبيلا ليجامنت كوظيفه ما اعرف يعني خاف تنسال بيها، ما حكيت الدكتوره مالتكم، وظيفه اساسيه مالت انه يمنع الماندبل انه ينفتح زايد. يعني شنو اللي يمنع حلقك من انه ينفتح مثلا 180 درجه او ينفتح مثلا 170 160 درجه؟ هو هذا الليجامنت اللي من تفتح يعني تفتح حلقك زايد راح يصير بيه شد، وهاي خلاص بعد ما راح ينفتح اكثر. فهذه الوظيفه مالت السفينه وما عندي بلا ليجامنت. زين، خلي اشوف هنا انا شنو عندي. مايلو هايويد جروف فور مايلو هايويد نيرف، اوكي، اند فيزلز والى اخره. هنا المايلو هايويد لاين من راح تقرا يعطي اتاتشمنت للمايلو هايويد مصل. المايلو هايويد مصل هي المصل اللي تسوي لك فلور اوف ذا ماوث، هي اللي تكون القاعيه مالت الماوث مالتنا. بعد شنو الباقي؟ هاي سوالف مو كلش مهمه، فخلينا نقرا مانديبيلا فورامين. هذه الفيولار نيرف، هو برانش جاي منين؟ من الثيرد ديفيجن مالت الترايجمينال نيرف، العصب الخامس. هو هذا اهم شيء يعني عندكم بالدنيا كلها، الترايجمينال نيرف العصب الخامس ينقسم الى 3 ديفيجنز، اعيد واقول، اوفثالميك، ماكسيلري، الثاني والثالث اللي هو نسميه مانديبيلا، وكل واحد من ذن الثلاثه يعني ينطي برانشات، عده برانشات. هو المسؤول هماتين عن سنسيشن مالت الفيس. زين، انترنس انتو مانديبيلا كانال، اي هذه هنا مكتوب لك كانال بس ما موجوده هنا على الرسم. لينجولا تراينجولر فور اتاتشمنت اوف سفينو مانديبيلا ليجامنت. زين، مايلو هايود جروف للمايلو هايود نيرف فيسلز الى اخره، مايلو هايود لاين اتاتشمنت، اوكي، للمصلايه. زين، هنا شنو عندنا؟ ها، الرف اريا اللي هي هذه، هاي تبع هاي المنطقه الخشنه هذه اللي صايره من الانجل مالت الماندبل from the medial side تعطي attachment لل medial pterygoid muscle اللي هو هنا. هذا الكلام راح ينحكي بهذا السلايد. rough area at angle and posterior margin يم هذه، هاي المارجن البوستيريور مارجن نسميها، الحافه الخلفيه مالت of the ramus of the mandible. زين، تعطي attachment لل medial pterygoid muscle. زين، lateral surface مالت المانديبل شو راح نلقى بيه؟ masseter muscle attachment اكيد هنا راح تكون تقريبا يم الانجل اوف ذا ماندبل، وهي هاي المصل اوف ماستيكيشن، واحده من الاربع مصلايات لا تنسوها ابد. والمنتال فورامينا عرفنا لويش هذه المنتال فورامينا. زين، هذا النيرف بلوك اللي انتم تسووه، هذا هنا تبنجونه. زين، هنا انا خاف تقرا مثلا
لينجوال نيرف، بوكال نيرف إلى آخره، كلهن أغلبهن ذن النيرفات دائما من تسمعهن هن نيرفات بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر طالعات من الترايجيمينال نيرف. ماشي. طبعا بالمناسبة البوكال نيرف أكو خاف مستقبلا بالحيط وإنك بصف ثاني من تقون، أكو بوكال نيرف طالع هو جزء تابع للترايجيمينال نيرف اللي هو هذا هسه يقصد به بالرسم، واكو لا بوكال نيرف طالع من الفيشيال نيرف هذاك رايح للبوكسينيتور مصل. فاكو اثنين يعني، واحد للبوكسينيتور مصل ذاك طالع من الفيشيال نيرف. اوكي، ولا تنسون ها البوكسينيتور مصل هي المصلايه اللي تسوي الخدود مالتنا يعني، وهي اللي مسؤوله عن انه نقدر ننفخ حلوقنا، ونفس الوقت هماتين قال لكم يمكن من الفصل الاول انه هي هاي المصلايه المسؤوله انه دائما تدفع الاكل وتخليه بين الاسنان. اوكي، فاذا صار فد مشكله بالبوكسينيتال مصل او بالنيرف اللي يغذيها، بعد واحد ما راح يقدر ينفخ هاي النفخه، او ما يقدر حتى يعني ينفخ بالبوق، والاكل هماتين راح يتجمع يعني على الزوايا مالت الفم، ما راح يصير بين الاسنان. زين، بعد شنو اكو؟ تي ام جوينت صاير بين ال مانديبيلا فوسا of the temporal bone اللي هي هذه جزء من ال temporal bone. اوكي اوكي هذه الفوسة و ال condylar process of the mandible head of the mandible mandibular fossa articular tubercle اللي هي هذه، هاي بس مجرد هنا يزلق عليها تصير سلايدنج لل condylar process مالت الماندبل يعني من ينفتح الجوينت مالتنا. زين، الهايرويد بون يمكن ما حكت عليه الدكتوره، خلي اشوفكم الصوره مالته. هذا العظم عبارة عن عظم طايف ما عنده اتصال ويا عظام ثانية. أي هذا العظم هنا اللي صاير بالانتيريور نيك مالتنا. ماشي، انتيريور اوف ذا نيك مالتنا هنا صاير ما متصل بأي عظم ثاني. الوظيفة مالته بالوجود يعطي اتاتشمنت بشكل أساسي لليجمنت وإلى مسلز، بالتحديد اكثر شيء المسلز ذات فورمز ذا فلور اوف ذا ماوث، العضلات اللي تسوي القاعيه مالت الفم مالتنا هو يعطيها اتاتشمنتات. فهنا يعني هواي مصلات كلها تشوف دائما الاسم مالتها كذا هايويد كذا هايويد. ماشي، مايلو هايويد، اومو هايويد الى اخره. ليش؟ لان هنا عندنا اتاتشمنت بالهايويد بون. هسه هذه كافيه لهنا، خلي ارجع. زين، ها طبعا الهايويد بون اذا تريد كاناتومي بعد اكثر هماتين، واعتقد راح ينعاد عليك بالصف الثاني، عباره عن جريتر هورن، قرن كبير وهذا القرن الصغيروني. فجريتر هورن ولسر هورن الاسامي مالتها هماتين جريتر كورنو ولسر كورنو، يعني كورنو هماتين معناته قرن. زين، واحده من الاتاتشمنتات اللي هي ستايلو هايويد ليجمنت جايه من الستايلو بروسس، ستايلويد بروسس مالت التمبرال بون، ومتصله باللسر هورن مالت الهايويد بون. يعني هذا كله الحكي ما نحكي بالمحاضره، هذه ريفيو. نرجع شويه شويه، اريد اشوف بعد خاف فاتتني سالفه. اي هذه جيد، هاي خوش الصوره على مود اشوفك. هذه شنو؟ التمبرال فوسا. هذه التمبورال فوسا. زين، هذا شنو؟ هذا زايغوماتيك ارش. زين، جوا هنا هي هاي النقطة الفاصلة مالتنا، هاي النقطة الدالة مالتنا زايغوماتيك ارش. أي شيء جوا راح يكون وإلى الداخل من عنده نسميه انفرا تمبورال فوسا، وهذا التأشيرة باولة على مود لا تنسى. أوكي، هذه هنا هي المنطقة كلها انفرا تمبورال فوسا. زين، هذا نحكي كله. والله اعتقد بعد هذا هو. زين، الاوربت، اوربت ما تصور حكيت عليه الدكتوره مالتكم اساسا، يعني اللي هو محجور العين نسميه الاوربت. هذا هسه رايت اوربت، العين اليمنى. ماشي، هاي الاوربت الفوسا. زين، كنيرفس شنو؟ هذا ما اعرف ليش ما حاكين عليه بالتحديد، الانفرا اوربتال نيرف وشنو المنشا مالته. هذا هماتين هو برانش من الماكسيلاري ديفيجن اوف ذا تريجيمينال نيرف، راح يطب للاوربت
عن طريق بالبدايه طبعا التريجر بالاتايم فوسا، هذا اللي قلت لكم عليه، هي حلقه وصل بين عده مكانات بالسكال. المهم راح يجي عن طريق الانفيرير اوربيتال فيشر. طبعا عندك فيشرات اثنين، هذا سوبيرير اوربيتال فيشر وهذا انفيرير اوربيتال فيشر كفتحات يعني، وعندك هذه هماتين الاوربيتال كانال يعني كستركشرات. اكو سلايد هسه حاكي على الستركشرات اللي تفوت بيها كل واحد ومؤشره، ما حكيت الدكتوره مالتكم، فاعتقد يعني هو less important than any other thing. زين، من راح يطب هذا النيرف راح يجي هنا طب الاوربت، راح قبل يفوت بهذا الجروف، الجروف هاي اللي هي مثل الخسفه انفرا اوربيتال جروف، وبعدين هذا الجروف راح يتحول الى كنال، كنال يعني مدفونه، قناه داخل او جو العظم. اوكي، راح يفوت وراح يطلع بعدين من هنا من الانفرا اوربيتال فورامينا. اوكي، فشنو اسمه راح يكون هو نفسه، هو الانفرا اوربيتال نيرف يعني. فهاي بس بدي احكي لك المنشا مالته بهذا السلايد يعني، اعتقد هذا فد شيء مو مهم. زين، البوني اوربتس مالت الميديال وول، ميديال وول من شنو مكون؟ من اي عظم يجي ببالك بالدنيا هو راح تلقاه موجود هنا، حتى البلاتاين بون هماتين موجود. فاذا الفرونتال بروسس مالت الماكزيلا اللي هي هذه البنفسجيه هاي الصاعده، اوكي هذه فرونتال بروسس مالت الماكزيلا. زين، من هنا هماتين راح تشوف منه هذا الفرونتال بون، هذا دي يسوي لك هماتين جزء من الميديال وول. زين، منو بعد؟ لاكريمال بون، اثمويد بون، part of the palatine bone. فاذا palatine bone طبعا البون اللي شو اسمه اللي داخل شو اسمه بالروف اوف ذا ماوث يعني، يسوي لك الثلث الخلفي، راح نحكي هذا عمتين بالسلايد يعني بالسلايدات الجايات، يسوي لك الثلث الخلفي من الهارد باليت. زين، فوسفولاكريمال ساك، نيزولاكريمال كانال، انفيرير نيزل ميتس، هذه لازم احكي لكم عليها اللي هي هذه، هاي الكانال الوظيفه مالتها يمكن كليتكم تدون، واكيد كليتكم هماتين باكين بحياتكم سابقا او حتى هسه، من تبكي اوقات تحس انه الدموع تنزل للخشم مالتنا وبعدين تنزل يعني للبلعوم مالتنا. الفكره اللي دا تصير شنو؟ انه تتجمع الدموع هنا تركيب، طبعا مو في هذا التركيب، مو عظم، لا ساك مثل التشيز يسموه لاكريمال ساك هنا. بعدين لاكريمال ساك راح ينزل على شكل كانال، اوكي، متصله بالنيزل كافيتي، تجويف الانفي، اسمها نيزولاكريمال كانال. طبعا نيزولاكريمال كانال هي فايته يعني بيها الدكت اكيد يعني، تركيبه مو يكون كومبليتلي بوني، لا بيفد اخشيه وكونكتيف تشو الى اخره، فيسميها نيزولاكريمال دكت اللي هي القناه اللي تنقل لك الدم من العين جوا للانف، وينفتح وين؟ بالانفيريور نيزل ميتس. هذه هماتين راح اشوف لكم اياها فدي شويه شنو هي الانفيريور نيزل ميتس. المهم، فيعني على مود تعرف انه الدموع مالتك وين المصير مالتهن، يعني مو كلهن راح تنزل على خدك، لا قسم من عندهن تنزل اللي جوا النيزل كافيتي. زين، اوربيتال بليت اوف اثمويد بون اللي هي هذه، اثمويد اير سيلز ميديال تو ذس، اي الاثمويد ساينس اللي قلت لكم عليها، عندنا ساينسات بالفرونتال بالماكسيلاري بالسفينويد بالاثمويد بون. فبالنسبه للاثمويدال اير سيلز هي اسم الدلع مالت الاثمويدال ساينس، راح تكون ميديال تو ات يعني تقدر تتخيلها جوا هذا العظم مباشره، ميديال تو ات راح تكون الاثمويدال اير سيلز او الاثمويد ساينس. زين، اوربيتال بليت اوف بالاتاين بون، هذا الصغيرونه الاوربيتال بليت، بودي اوف ذا سفينويد، هذا لا عفوا هذا جريتر وينج، هذا هنا اللي هو البودي اوف ذا سفينويد، هاي كلها يسوي لك الميديال وول اللي نسولف احنا مرات اشبك لان ساعه بالاربعه ونص هسه يعني. زين، بودي اوف ذا سفينو كومبليتس ذا لور باس اوف ذا اوبتيك كانال، اوبتيك كانال وير روف اند ميديال وول ميت، هذه الاوبتيك كانال، هذه الفتحه الصغيره هنا اللي يقول لك انه هي نقطه التقاء بين الروف السقف ويا الميديال وول. زين، بني اوربت ميديال وول انتيريور بوستيريور اثمويدال فورامينا، هذا ان الصغيرونات الفتحات ما بيها فد شيء يعني، تعبر لك عباره عن فزلات اللي هنا نفس تقابل نفس الاسامي يعني اثمويدال شو اسمه
بوستيريور وانتيريور اثمويدال فازلز يعني ارتري وفين يفوتن من هنا. فهذا الكلام يعني هو كله يعني مو ذيك الاهميه. برانش من ذني برانشات من الاوفثالميك ارتري زين تو سبلاي نيزل كافيتي اند اثمويدال اير سيلز. هذا الكلام كله اخوت حقيقه ما حب اظل التك بيه. اوبننج اوف ذا اوربتس الفتحات هذني اللي هنا الاوبتيك كانال سوبيريور اوربتال فيشر انفيريور اوربتال فيشر النيزولاكرمال كانال هاي اللي حكينا عليه هنا والانتيرو والبوستيرو اثمويدال هذني فرامن الزغيرونات هذني التافهات يعني اهم شيء هذني وهذني اعتقد بالنسبه لك يعني لو كان المهمات اساسا يعني اللي هن هذني اوكي هذا عرفه يعني لان هو هذا اسهل شيء تقريبا الاوبتيك كانال شو تعبوا لك تعبوا لك الاوبتيك نيرف اللي هو العصب مالت الرؤيه مالتنا الاوبتيك نيرف اللي هو العصب الثاني سكند كرينيال نيرف والاوبثالميك اوتري الاوبثالميك اوتري اللي يعني اذا فاتت فيه خطوه هاي يعني راح ينعمل الانسان بالمناسبه يعني هذه ما تعتبر حاله مرضيه يعني زين. السوبر اوربتال فشار اللي هو هذا راح يكون طبعا هذه هي العين اليمنى ماشي فهذا راح يكون لاترال هاي هنا نسولف احنا هنا ميديال اوكي وهذا الانفيريور اوربتال فشار زين. بالنسبه للسوبر اوربتال فشار خير من الله ستركتشرات تفوت فيه اللي عينكم تشوف اهم شيء تحفظهن. انا يعني ما افضل انه انت تجي تحفظ انفيريور برانش او اوكليوموتور نيرف او الاخري باو على هذا التشيء الحلو تقدر تعرف اللي هنا الكرانيال نيرفز ثالث رابع الخامس والسادس والخامس تحديدا اذا تكون كل الشاطر تقول الفيرست ديفيجن اوكي اللي هو الاوفثالميك برانش اوف ذا تريجمينال نيرف. طبعا هذه بي 1 هذه بي وبصفها اي معناتها العصب السادس اوكي يعني مو تشبك على بالك شنو تقول بي 1 بي 1 يعني لا هذا بي 1 وهذا بي وبصفها اي هذه بس ارقام لاتينيه يعني فالعصب الثالث رابع الفيرست ديفيجن مالت الخامس والعصب السادس. طبعا ذن الاعصاب هذا الثالث والرابع والسادس هذني مسؤولات عن المسلز ذات موف شو اسمه your eye يعني العضلات اللي تحرك الاي مالتك من المسؤول عليهن هن هذن الكرانيال نيرفز الثالث الرابع السادس اللي المفروض نسولف عليهن بالمحاضره مالت الكرانيال نيرفز مالتك زين. بعد حتى نشوف والله شنو الانفيريور اوربيتال فيشر ما تفوت فيه شغلات يعني عظيمه الانفيريور اوفثالميك فين والانفيريور اوربيتال فيزلز يعني عموما هماتين والانفراوربيتال نيرف قبل شوي سولفنا عليه يعني اللي يطلع من الفرامنة بعدين اللي هو هذا من انا راح يطلع يعني اوكي زين. نيزل كافيتي ها هيك هذا هسه ماتين الحكي مو كلش يعني فتشي بيريفورم ابيرتشر هذا مصطلح بيريفورم مو كلش يعني بعد هو يستعملوا نير يعني دائما يعبون على الفتحات مالت الانف يسموه النيرز يعني نير ان اي ار اي هذا حرف الاي اوكي نير جمع مالت النيرز هذا الفتحات اللي يمنى ويسر اوكي فدي يحكي لك هنا كباوندري انه هي منو اللي يكون لهاي الفتحه هسه هذه النير تخيل هذا من يكون لك هاي الفتحه كل بساطة بس تباوع لهم بالبداية من راح يكون عندك هنا أنا كارتلج أكيد اتفقنا بالبداية most interior structure بالميدلاين مال النوز مال السبتم اللي هو هنا راح يكون كارتلج وهذا الماكسيلاري بون وهذا النيزل بون فإذا كارتلج ماشي ماكسيلا ونيزل بون كارتلج باليت الكارتلج اللي صاير بالميدلاين بيريفورم ابيرتشر نسميها زين نيزل بون كله تعرفوه هذا نيزل كافيتي نيزل فارنكس هذا نحكي بالبدايه انا ما اعرف ليش دين عاده سماعه ثانيه انه هو نيزل سبتم من شنو مكون يعني كبون احنا اتفقنا انه البربنديكولار بليت اوف ذا اثمويد بون والفومر اوكي ومن الامام عندنا الكارتلج واذا ودت كلش تروح المصادر نحسه فراح اضيف لها الكريستات مالت الماكسيلاري بون ومالت البلاتين بون اوكي نيزل كريست اوف ماكسيلاري اند بلاتين بونز هاي ذات ويدو يعني كلش تصير نحس يعني بالقرايه مالتك كل سهوله امشي على هاي المحاضره وهذا هو يعني اذا يقول لك من مسوي لك النيزل سبتم فقل البربنديكولار بليت اوف ذا اثمويد اند فومر وبالاضافه للسبتال كارتلج يعني
اذا بدنا نسولف على التارتج، اذا بس بونات فبس هذا من عفوا. زين، الروف مالت النيزل كافيتي بس مجرد تباوع على الصوره راح تعرف انه من مسوي لك اياها. تعال من هنا وامشي بيها، هذا كله هو السقف مالت الانف مالتنا. تريد تجي من البدايه، تريد تبدي من الخلف بكيفك واللي يعجبك. من هنا راح يكون عندك السفينويد بون، اوكي، هذا الاصفر. هنا أنا راح تجي هذا الاخضر الاثمويد بون، هذا النيزل بون، وهذا البرتقالي الفرونتال بون. كربوفورم بليت اوف ذا اثمويد، اوكي، الصفيحه هاي مثقبه، وحتى حاط لك هاي الثقوب راسم لك اياهم، يعني انا مودي يوصل لك الفكره. زين، فرونتال نيزل بون انتيريرلي، والسفينويد بون بوستيريرلي من الخلف. هذه البونات اللي مسويت لك الروف. زين، فلور اوف ذا نيزل كافيتي، منو مسوي لك القاعيه مالت النيزل كافيتي؟ هي نفسها الفلور مالت النيزل كافيتي، هي نفسها الروف اوف ذا ماوث. اوكي، هسه هذا الكلام اللي راح نسولفه هو نفسه فلور اوف ذا نيزل كافيتي زائدا هو روف اوف ذا ماوث، السقف مالت الفم. انت عندك في شيء اسمه هارد باليت، خليني اجي هنا اشوف لك اياها بصوره. اختفت الصوره بعد ما راح القاها طبعا. اي تمام، هي ما حتى انا مقتنع بها. اي هذه زينه، هاي الهارد باليت، اوكي. فهذه مني ايش مكون الهارد باليت؟ بكل بساطه الثلثين الامامي مالتها راح يكون مكون من الماكزيلا، اوكي، من الطول للطول. الثلث الخلفي مالتها من ال palatine bone، تحديدا ال horizontal plate of the palatine bone، اوكي. فهذه بالنسبه للهارد باليت. هذا نفس الكلام هو نفسه ينطبق على شو اسمه الفلور اوف ذا نيزل كافيتي، فهي نفسها، هي الروف مالت الماوث هي نفسها الفلور مالت النيزل كافيتي. interior palatine process of the maxillary bone وال posterior ثلث horizontal plate of palatine bone، اوكي، فيعني هو نفس الشيء. lateral wall of the nasal cavity هذه هم ما تنحكيناها، ما اعرف ليش جت عادي، يعني هي كانت موجوده اتصور بدايه المحاضره. superior ethmoid air cells من فوق وتنزل لي جوا، من مسوي لك اياها؟ هذا الاثمويد بون جوا، العظم الوحيد المستقل بحد ذاته. ال inferior concha، خلينا نقابل الله، superior ethmoid ethmoid air cells inferior maxilla اللي هي هذه maxilla، اوكي. زين، frontal process هماتي مات المكزيلا. زين، posterior perpendicular plate of the palatine bone اللي هي هذه الزرقاء هماتين، هذه كلها مسويت لك ال lateral wall مات النيزل كافيتي. perpendicular plate separates the nasal cavity from the pterygo palatine fossa. اي perpendicular plate of the palatine bone راح تفصل لك عن التيريو بلايتاين فوسا اللي هي هذه اللي بدنا نحكي عليها وحكينا عليها بداية المحاضرة. يعني lateral wall of the nasal cavity sphenoid palatine foramen opens from the nasal cavity to the pterygo palatine fossa، هذه فوسا، اوكي، راح تفتح لك بيها السفينو بلايتاين foramen. Further posteriorly the medial surface of the والله أنا مليت حقيقة. Further posteriorly the medial surface of the medial pterygoid plate completes the lateral wall. اللي ورا تباوع على هذه راح تكون منه، هذه هي ال medial pterygoid plate. احنا قلنا بالسفينويد بون اكو medial و lateral pterygoid plate. بالنسبة لل medial pterygoid plate هذه اللي تتباوع لها، ال medial surface هذا السطح اللي يكون medial هماتين مكونت لك جزء من اللاترال وول مالتي نيزل كافيتي. يعني بس على ما تعرف هذا الشيء، further posteriorly the medial surface or the medial pterygoid plate completes the lateral wall sphenopalatine foramen. تفتح لك او تكون هي الفتحه اللي تربط لك pterygopalatine fossa ويا النيزل كافيتي. زين، انا شنو بعد اقول؟ والله ما ادري، أنا هو الكلام أعتقد إن حكى أهم شيء. فهذا شيء حلو، موضوع إنه يعني تتصوره وتتخيله، اللي هن إحنا سولفنا عليه عن الكونكا السوبيريور نيزل كونكا، وقلنا هي part of the ethmoid. زين، والميدل
كونكا هي هماتين بارت من الاثمويد، وما ننسى راسميهن باللون الاخضر اثنيناتهن. ليش؟ لان اثنيناتهن من نفس البون تابعات. زين، بالنسبه للسوبيريور نيزل كونكا فهي تكون صغيرونه نوعا ما، هذه مثل المروحه او مثل السقفيه شويه نازله هيك، وتكون بوستيريورلي شويه هماتين لوكيتد. فمن الامام ما راح تباوع لها. اذا هسه اجيب الاثمويد بون واطلعه واباوع له من الامام، ما راح اشوف السوبيريور كونكا، راح اشوف الميدل كونكا. اوكي، خلي بالك هذا الشيء، واعتقد فد شويه راح نشوف هذا الشيء يعني بشكل صور هماتين. زين، وتقريبا اكبرهن اللي هي الانفيرير كونكا، هذه عباره عن سيبريت بون، عظم منفصل بحد ذاته. زين، جو هذني الكونكات بما انه هي تقدر تتخيلها فتشي عباره عن فتشي نازل من اللاترال وول ونازل هيجي، من اللاترال وول ونازل هيجي، من اللاترال وول ونازل هيجي. فاذا راح تكون اكو ممرات جوا، وهاي الصوره انا مو كلش احبذها، بس راح اشوفك يعني صوره ثانيه، بس خلي مبار علي هذه، خلي تولي هاي مسليدنج الصوره كلش يعني كونفيوزنج. اوكي، فهذه الصوره يعني شوي احسن اشوه. فهاي تتبع لها الكونكا اللي هي نازله الميدل كونكا، جواها راح نسميها الميدل ميتس، الفتحه اللي يفوت بيها الاير. طبعا هاي الميدل ميتس هماتيه تكون اكو بيها فتحات. اوكي، هسه مثلا عندك الانفيرير ميتس، قلنا من ينفتح بيها النيزو لاكرمال داكت، اوكي، او نيزو لاكرمال كانال، ينفتح بيها يعني على اتصال ويا القناه مالت الدمع يعني مالت الاي. خلي اشوفك الصوره اللي انا جبتها، اعتقد هي افضل. هذه سنيزر كافيتي ده اباوع لها فروم انتيريورلي، فتباوع هذه الميتال كونكا اللي هي نازله. اوكي، جواها مثل خلينا نقول هاي مثل المظله يعني طالعه. اوكي، فجواها من راح يكون الميدل ميتس، وهذه الانفيرير جواها من راح يكون الانفيرير ميتس، والسوبيرير كونكا اللي هي تكون صغيرونه جواها السوبيرير ميتس. اكو بعد فوق السوبيرير كونكا شيء مثل ريسس، بس ما اعرف شلون يعني اقول لكم اياها يعني فتح حز، اعتقد ما اعرف اذا تعرفون شنو حز، يعني اعتقد اقول لكم يعرفون شنو حز. فهذا الحز هو ريسس نسميه، اللي هو سبينويد مويدال ريسس. هذه الكونكا ماشي، سوبيرا كونكا جواها راح تكون السوبيرا ميتس، فوقها هذا الحز الصغيروني يسموه سفينو اثمويدال ريسس. هذا كل الكلام يعني من حكى. اوكي، يعني خلي ببالك هذا الشيء، هو كله يعني ليس امبورتنت، يعني امبورتنت من اي شيء ثاني بالدنيا، بس بما انه موجود بالمحاضره مالتك هذه. زين، الاثمويدال بون هذا هنا انا قلت لك من تروح تباوع له من الامام اثمويدال بون وطلعناه من السكال، تباوع له راح تطلع عندك فقط ال ميدل ميدل كونكا، السوبيرو كونك ما راح تبين عندك. من راح تجي من الخلف يلا تباوع لها اللي هي هذه، هذه السوبيرو كونك من الخلف تباوع لها. لان اذا تجي ارجع للصوره، خاف نسيت، شوفها لوكيتد بوستيريورلي من الخلف صايره، فمن الخلف تباوع لها، من الامام ما راح تبين عندك. اوكي، يعني اكو هواي شغلات تكون شوي امامها فمو كلش واضحه. زين، كبوني لاند ماركس كوستاجالي، هاي اللي تكون موجوده بالكرانيال فوسا يعني فوق بالتجويف مالت القحف مالتنا يعني يم جو الدماغ، وتحديدا وين؟ بالانتيريور كرانيال فوسا. زين، بيربنديكولار بليت اللي هي هذه نازله وتسوي لك جزء من الميد لاين من السبتال سبتم ميديا سبتم. زين، كيوبر فورم بليت اللي هي الصفيحة المثقبة اللي تنقل لنا شو اسمه الأعصاب الشمية يعني، أو الأطراء النهايات مالت الأولفاكتوري نيرف. زين، لاترال أند انفيرير اكستنشنز اللي هي السوبيرا كونكا والميدل كونكا، عبارة عن زوائد نازلات لاترالي وانفيريرلي، فهيك يعني يقصدها انه هيك نازلات لاترالي وانفيريرلي اللي هي السوبيرا والميدل كونكا. زين، بارانيزال ساينس هذني مسولفين عليه احنا سابقا، ف كوميونيكيت وذ نيزال كافيتيز اد نيزو فارنكس، ترتبط اكيد بالنيزال كافيتي، قلت لكم يمكن هي الوظيفه مالتهم يعني
همتين يعني كونتروفيرجل الموضوع. ناس تقول يعني انون، ما نعرف اصلا شلون تكونت وتطورت هاي التجاويف، والناس يقولون انه هي يعني الفكره مالتها انه تخفف الوزن مال السكال هاي التجاويف اول شيء، ونفس الوقت هماتين دائما اكو سكريشن للميوكس يعني يجين هماتين. زين فرونتال ساينس، اكمودال ساينس، ماكسيلاري سفينويدال ساينس. زين نيزو فارنكس حكيت لكم عليه بالمحاضره السابقه بس حكيت بدون صور. هاي الصوره جيده جدا وحلوه كلش للكافيتيز. تقدر تتخيل انه هذه الاوبننج مالت الماوث مالتنا، اوكي هذه هسه هنا انتيريور، هذه بوستيريور، هذه الفتحه مالت الانف مالتنا، فهذه نيزل كافيتيز التجاويف الانفيه، هذه الاورال كافيتي التجويف مالت الحليب مالتنا. زين هذا نقدر نقول له هنا كلنا نسميه الفارنكس، البلعوم مالتنا. قلت لكم نقسمه من تقرا مصطلح نيزو فارنكس، هو الجزء مالت الفارنكس اللي يكون the most superior one، متصل لك بال قريب على النيزال كافيتي او متصل بيها على اتصال وياها. زين الجزء الاوسط اورو فارنكس، الجزء الجواني لارنجو فارنكس، هذا كله يفيدك بالهيد والنك يعني هذا الحكي. هاي هنا راح تكون عندك الممرات الهوائيه للارنكس والتراكيا، الحنجره وجوا القصبه الهوائيه، وهذا الايسوفيجس الاخضر بعد التكمله مالته تنزل لي جوا وتتصل بالمعده المريء مالتنا. زين هذه النيزال كافيتي راح تكون كلها، اوكي هذا النيزو فارنكس البداية مالته. Bony walls of the nasal pharynx، هذه هماتين هي ليس امبورتنت، تعتبر بالمناسبة الفارنجيال تيوبيكل هي هاي البوني لاند مارك اللي هنا قلت لكم عليها، راح يتصل بيها الفارنجيال رافي او راف يقول هماتين اكو هيجي يعني. الفارنجيال راف هو عبارة عن تندن صاير بين عضلات، وهو هذا التشي مو مهم بس ما ادري على مود اشبع فضولكم، هذا التندن الابيض اللي يكون يعطي اتاشمنت للعضلات، اوكي هو هذا نسميه الفارنجيال راف، هذا يتصل فوق بال فارنجيال تيوبكل. زين اورال كافيتي هذه حكينا عليها انه شنو يسوي لك الهارت باليت، شنو الشغلات اللي عندك هماتين هنا، عندك الانسيسيف فورامينا، اوكي هذه انتيريورلي كلش، وعندك جوه الجريتر واللسر بالاتاين فرامنه. بالنسبه للانسيسيف فرامنه فتفوت لك نيزو بالاتاين نيرف، وكذلك ماتين تفوت لك السفينو بالاتاين ارتري كستركتشرات تفوت بيها. بالنسبه لللسر والجريتر هذه الجريتر وهذه اللسر بالاتاين فرامنه، فتفوت لك نيرفات وفازلز على نفس الاسامي مالتهم. زين بوني باليت انسيسور فورس سبتال برانش اوف سبينو باليتاين ارتري والنيزو باليتاين نيرف، هذا اللي قلت لكم هستوني. طبعا بالمناسبه يعني هو بالعاده على مود تسهل على نفسك قول سبينو باليتاين ارتري زائد نيزو باليتاين نيرف يعني، وكذا راح تقول سبتال برانش اوف كذا يعني، هي حتى كل الكتب دائما تسهلها وتقول سبينو باليتاين ارتري فوت من هنا وابوكم الله يرحمه مو سبتال برانش مالته. زين كونكشن بتوين اول كافيتي اند نيزل كافيتي، زين هي هاي الفتحه يقصد لك يعني انه هي عباره عن كونكشن بين النيزل كافيتي فوقها راح تكون، وهنا منو عندنا الاورال كافيتي. زين بوني باليت سوتشرات متفقين دائما اي شيء بالدنيا بالسكال كونكشن بين عظم وعظم الجوينت هذا راح يكون نسميه شنو؟ سوتشر، فهذا نسميه انتر ماكزيلاري سوتشر، السوتشر اللي يكون بين المكزيلي اثنيناتهم يعني مكزيلي هو جمع يعني مال مكزيلا. زين ترانسفير سوتشر هذا يربط لك المكزيلا اثنيناتهم ويا البلاتاين بونز اثنيناتهم. زين هذه اللي هي نسميها تيريغويد هاميولس، تيريغويد هاميولس هي عباره عن بروسس طالعه من الميديال تيريغويد بليت. احنا قلنا عندك ميديال تيريغويد بليت ولاترال تيريغويد بليت، بالنسبه للميديال تيريغويد بليت فبيها هاي الزلومه الصغيرونه الطالعه من عندها البروسس نسميها تريغويد هاميلس، تعطي اتاكمنتات لعده ليجامنتات يعني. زين ميد لاين سوتشر، ترانسفير سوتشر، بالاتاين ماكزيلا، جريتر بالاتاين فورامينا، تريغويد بالاتاين فوس. زين يربط لك الجريتر بالاتاين فورامينا يعني هاي يقول لك انه هذه الفتحات اللي تشوفها
تضبط لك منو ومنو، او يعني من اطبيها وين راح اوصل؟ راح توصل للتيوري اوف لاتين فوسا اللي قبل شوي حكينا عليها بدايه المحاضره. زين تيوريكويد هاميلس او ريميديال تيوريكويد بليت يعني كستراكشرات، ما اعرف ايش، بس مجرد تشمير معلومات هو تاشيرات. زين تيوريكويد اوف سفينويد بون لاترال وميديال بليت شنو؟ متفقين سابقا معناتها لامينه. فهذا اللي تشوفهن هي الميديال تيوريكويد بليت واللاترال تيوريكويد بليت. هذه الزلومة الصغيرة الطالعة من عندها نسميها تيريجويد هاميولس بروسس، هي عبارة عن بوني بروسس. لو رجع هذا كملناه المعدبل حكينا، أعتقد يعني مو حكينا، حكينا بالبداية حكيناها، هذا حكيناه كلنا حكى سكول. أي خلصت، ما أعرف شو أتصور، خلصت بسرعة يعني أعتقد، ما ادري اذا اكو سؤال. يعني هي المحاضره الشغلات المهمه انا حكيتها بالبدايه، الشغلات اللي مو كلش مهمه يعني صارت بالاخير. اذا اكو سؤال اهلا وسهلا بكم باي وقت. والله امتحانكم اعتقد راح ناخذ المحاضره الاخيره كونيال نيرفز. شفت المحاضره يعني هي حلوه لطيفه، بس الصور مالتها ما مقتنع بيها، فسهله راح تخلص بسرعه ان شاء الله. والله الامتحان مالتكم ما اعرف اذا صار مجال فناخذها لايف، اذا ما صار مجال فيعني اسجل لكم اياها. وشكرا جزيلا، وعذروني عن اي تقصير هماتين.